راح اليوم على مدلعبة؟ ايه صديق كذب شبيه هي هاي اللعبة؟ لاقاك زين بالي زين بالي ما ادري شنو طرطف عليك حرامي احترقته ما ادري شبيك صديق كذي خافون من هاي اللعبة؟ روح روح بابا روح روح ماكو شي روح ساعتين واحد تخوفني البار عشان كله ما نايم يا بكون قبر يفرق عبالي ما ادري ايش بيك خوف لعبة مريم مو والله من عليك عليها هاك عبالي ما ادري شنو بس من مكان قلت احترقتوا ما ادري صار بيكو ما ادري فيو صار عندكم كهرباء لكن في دبشي مريم مريم ها ايه كل ساعة واحد داق الباب شنو هو؟ سمعت مالي مريم؟ محمد مو انت كبير؟ لا تخوف مالي شلون تخوف؟ لك الساعة الثانية بالليل اللعبة هيش حقيقية؟ اي والله لعبة لعبة؟ والله صار عندي فضول انا عفوا والله قلت تخوف لعبة مريم صوت جواز صوت ولك حمسنا اللعبة لما لعبة خوفه ها هي شنو اللعبة؟ تسألني أسئلة؟ أسئلة وأنت حلو شوف لنا شنو أول سؤال؟ ها شوف أنت أقرأ وأنا راح أجاوب لكن عندما هل الليل لما عاد أرى نفس أي شيء؟ شنو يعني؟ شو دلنا مفر ليلي؟ مصطفى ستار جبار محمد عدوان خلط فرزاق فرحان ايوب كارو مزيج دايما هاي ناس عاتقة لا قلت دايما هاي ناس عاتقة والله شكو بيه خوش عادي كمل خلنا شوف اللعبة وراح توصل انشنا مولا يقول حتى الساعة الثالثة بالليل شبيه شبيه صديق الحمد لله وشكو سوف اتيك الى المنزل عند الساعة الثالثة ويا من خفت صديق جديد وتعال ساعة ثلاثة بالليل انا انتظر يلا ساعة ثلاثة والباب يندم قلت لها صديق جدي مريم من انتي؟ مريم مريم مريم؟ قلت لي خابس عقول الناس خافت عليهم؟ نعم فوت جوه خليني اروح ادبها وارجعها والله يا لعبة مريم اللي خبصتوا لنا بيها ونشرتوها على القنوات باليوتيوب على مود تجيبون مشاهدات واشتراكات هي مجرد لعبة اصلا هكر جاي يستغلون بيها العالم يعني من نهاية اللعبة تقول لك اضغط على الرابط من راح تضغط على الرابط راح يخترق جهازك والصور ينسحبن والارقام قلت ايش عبالك؟ عبالك هاي اللعبة بس واغلبيتهم جاي يستغلونها ويخافون بيها العالم مريم جتنا الساعة 3 مريم ما ادري شنو سوت لنا كافي كذي وكافي جذبون العالم بحجة المشاهدات والاشتراكات فكروا اكو جهال يتابعون فكروا بكل شيء وكافي تخلوه قناة عباس حيدر قناة شاب عراقي من اهل الدجيل عنده قناة منوعة ينزل عليها تحشيش وفلوقات مقالب قناة منوعة خلي نسوي الاشتراك وندعم قناته نضغط على زر الاشتراك ونفعل الجرس وراح خليكم رابط القناة بالوصف لا تنسون تدعمونه